مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، ها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، انطلاقة شوطنا العاشر في مجموعة الأشواط. يعتبر الشوط الأول الرئيسي ضمن الأشواط المفتوحة هنا على أرضية هذا الميدان الخاص بالقعدان لأبناء القبائل في هذا الانطلاق المميز الجميل. ننوه بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 2:30 إن شاء الله تعالى. نتابع هذه المجريات، نتابع هذه التحديات، نسير هنا مع مغامر الحسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي على الصدارة وعلى المركز الأول. من الجانب الثاني مداهم لمحمد بن حمدان بن سعيد الحبسي، والوصول كذلك هنا من لطام حمد بن محمد بن حمد بن قطامي العامري. من غير هذه الأمور هنا أيضا هنا يأتينا أيضا شاهين لسيد محمد بن حمد بن مصرح لحبابي من ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل هنا ويسير إلى ثاني المراكز. المركز الثالث مداهم لمحمد بن حمدان بن سعيد الحبسي، وهنا أيضا ينطلق مغامر لحسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي. ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر هناك يأتينا نجد الهلال بن سهيل بن عبيد المزروعي، والوصول هنا من الغزال السلطان بن علي بن رشيد لقتبي، وكذلك هناك لطام عبد الله بن علي بن سالم لقتبي، والوصل على برنس هنا مع مناور جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري بهذه الانطلاقة المتميزة. مشاهدينا الكرام الثامن المراكز، ثامن المراكز بطاش حمدان بن حميد بن سلطان بن الكديدة الفلاسي، وفي المركز التاسع، المركز التاسع، المركز التاسع والمنطلق هنا على تاسع المراكز في هذه اللحظات. مشاهدينا الكروم والوصول هنا ايضا بهذه الانطلاقة من الذيب السالم بن علي بن سالم السبوسي، وهناك هنا سويلجان سالم بن نايع بن سالم بشاوي الغفلي، وبعود الى الصدارة، بعود الى شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة على المركز الاول. هنا ينطلق بهذا الاداء المميز الجميل هنا السلوب شاهين لمحمد بن حمد بن مصرح لحبابي بهذا الانطلاق الجميل. يوم تبغي السبق متواصل نوق الشاهين وعياله في مداهن ما عطن حاصل. يا سلام، ها هو تشاهدون شاهين على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. الكيل الأخير يا أبو حمد، الكيل الأخير في هذه اللحظات يا أبو حمدان. هنا المركز الثاني، المركز الثاني فواز السالم بن عبد الله بن الحميدي لقتبي من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث هنا وصل في هذه اللحظات الغزال سلطان بن علي بن سلطان بن رشيد لقتبي، هنا الدكتور وصل البرنس أيضا في هذه اللحظات مع مناور جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، هنا شمشوم محمد بن راهد بن علي بن مفتاح الشومسي، وهنا بن نايع، بن نايع أيضا قادم مع سلويجان سالم بن نايع بن سالم بشاوي الغفلي. ولكن الله، نعود إلى شاهين، شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، وفواز هناك من الجانب الآخر، شاهين وفواز، فواز وشاهين يسلم تحديات. فواز من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، فواز السالم بن عبد الله بن الحميدي اللي قتبي، هو شاهين يحاول، يحاول شاهين هنا أيضا لمحمد بن حمد بن مصرح الأحبابي في هذا الانطلاق الجميل. ولكن هنا، هنا الصدارة، هنا المقدمة مع فواز، فواز من انتزع الصدارة انتزع المقدمة وفاز فواز بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هو تشاهدونه على الصدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز. سالم بن عبد الله بن الحميدي لقتبي، تهانينا والناموس ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام شاهين لمحمد بن حمد بن مصرح، المركز الثالث شمشوم لمحمد بن راهد بن علي بن مفتاح، المركز الرابع لأيضا سلطان بن علي بن رشيد لقتبي، وفي المركز الخامس
هنا ايضا من وصل محمد بن صالح بن علي الحميري جدير من اتانا على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الاولى بهذا الانطلاق الجميل. هنا نعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني ولحظة وصول فواز الى خط النهاية، 4 دقائق 34 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن عبد الله بن حميدي لاجتبي من اتى بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والاثارة بهذه الانطلاقة المتميزة، بينما المركز الثاني قدم عرض يشكر عليه، 4 دقائق 36 ثانية، جزئين من الثانية. شاهين هنا ايضا لمحمد بن حمد بن مصرح لحبابي، تهانينا على هذا الاداء المميز والجميل. بينما المركز الثاني كان من نصيب شمشوم لمحمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، 4 دقائق 40 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.